بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد درس جديد من دروس الصف الرابع، مقارنة وترتيب الأعداد الكبيرة، والدرس ده مكتوب عليه في كتاب المدرسة اختيار، يعني مش هيجي في الامتحان ولكنه مهم في حياتنا بصفة عامة في الرياضيات. كلمة المقارنة معناها إيه يا ولاد؟ معناها ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي. وادي مثال على طول اهو، مش هنطول فيه علشانه للاطلاع، بس ناخد الفكره العامه بتاعته. ادي عدد كبير وادي عدد اكبر منه. طب لما نيجي نقرا العدد نقسمه، نعد من اليمين، واحد اتنين تلاته فاصل، واحد اتنين تلاته فاصل. طب ده هنا في عيله الالوف 42356، يبقى معاه في الالوف خانتين. طب ده معاه في الالوف كام خانه؟ ثلاثه، يبقى اللي معاه اكتر يبقى هو الاكبر. يلا اللي بعده، واحد اتنين تلاته فاصل، معاه 36 في الالوف، وادي ثلاثه وادي فاصل، معاه 63، هنا رقمين هنا رقمين في الالوف، بس دي 63 دي 36 دي 63، يبقى ال 63 تكسب. اللي بعده، ادي عدد كبير جدا، 3 و3 و2 يبقى معاه ملايين. ادي العيله العاديه، وادي عيله الالوف، وادي عيله الملايين، وده زيه معاه برضه ايه؟ معاه ملايين، 1 2 3 فاصل و3 فاصل. طب معاه كام في المليون؟ 35 مليون، وده زيه تعادل. طالما تعادل نلعب ضربات جزاء. نبص للي بعده، طالما ال 35 قد ال 35، اوعى تقول يساوي. بص للعيله اللي بعدها، 215000 215000، ده طلعوا برضه تعادل. نشوف العيله اللي بعدها، 312 425، مين اللي يكسب ال 425؟ يبقى طالما تعادلوا في عيله شوف اللي وراها، اتعادلوا في الثانيه شوف اللي وراها. اللي بعدها، المليون اكبر ولا المليار؟ اقول له المليون بيتكتب واحد وجنبه 6 صفار، لكن المليار واحد وجنبه 9 صفار، يبقى هو الكبير. طيب اكبر عدد من 6 ارقام ولا اصغر عدد من 7 ارقام؟ سامع ولد بيقول والله ما نعرف. اقول له طب بتحلف ليه؟ يقول اصل دي فيها اكبر ودي فيها اصغر. اقول له خليك ذكي. يقول لي ازاي؟ اقول له العدد ده سيبك من اكبر واصغر، في النهايه 6 ارقام، ده اصغر اه بس 7 ارقام، اللي معاه ارقام اكتر يبقى هو الاكبر. حتى طب افرض ولد عايز يجاوبها، اوكي اكبر عدد من 6 ارقام وما قالش مختلفه، يبقى كله مكون من 9، 3 9، 3 9، 999999. طب مين اصغر عدد من 7 ارقام؟ المليون، لانه واحد وجنبه 6 صفار، ده 6 ارقام ده 7 ارقام، ده يكسب. السؤال اللي بعده، رتب ما يلي تصاعديا. وكلمه تصاعديا كانك بتصعد السلم، يبقى من الاصغر لمين؟ مين الاصغر للاكبر؟ طب دول كام عدد؟ 4، ده قسم 3 3 3، لقينا في الالوف 912، ده معاه عادي والوف وملايين، عادي الوف ملايين، عادي والوف. هو بيقول تصاعدي، يبقى مين العيله الاصغر اللي معاها ارقام اقل؟ دول الاغنياء بتوع الملايين. طب ده عارف مئات الالوف 900000، انما ده 700000، مين الاصغر؟ ال 700، يبقى ده مين؟ ده نمبر 1، ده نمبر 1. طب وراء ال 912 ده نمبر 2. طب عرفت منين ان دول الفقراء؟ لانهم اقل ارقاما. طب اللي يجي بعده في الملايين، اللي معاه 2 مليون ولا 9 مليون؟ طبعا 2 مليون ده الاصغر، ورا ال 9 مليون ده الاكبر، ده الرابع. مستر حامد عمل ايه يا جماعه؟ رقم. امال يا مستر حامد انت ما رتبتش؟ اقول له والله رتبت اهو. لا يا مستر انت رقمت، انا اقصد ما نقلتهمش. اقول لك تعالى يا سيدي ننقلهم. سامع ولد بقى بيقول في مشكله عنده. ايه المشكله؟ قال لي يا مستر حامد استنى، هو انا لما اجي ارتبه مبدا الاول يمين ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع ولا ابدا شمال؟ اقول له سؤال جميل قوي، بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اقول لك تعمل ايه. إجا ولد عايز يبدأ من اليمين، أقول له لازم تعمل لي سهم، تعرف المصحح إنك بادئ يمين. طب عايز أبدأ شمال، أقول له عمل لي سهم إن أنت بادئ شمال، يبقى المصحح عرف أنت بادئ منين، عرف خط البداية وخط النهاية. أوكي أوكي ماشي، يبقى أنت لو عمل لكش خط اعمل أنت الخط. طب لو ما عمليش أبدأ منين، أفضل أبدأ من الشمال.
ماشي، يبقى هنمشي كده والاتجاه اهو، ونبدا ننقل رقم واحد فين؟ اللي انا كاتب عليه نمره واحد اهو، ادي العدد الايه الاول اللي انا كاتب عليه نمره واحد. طب فين اللي كاتب عليه نمره اتنين؟ اهو 9 1 2 5 3 6. جميل. فين اللي كاتب عليه نمره 3؟ اهو اللي فيه ملايين 2 مليون 419,523. فين نمرة 4؟ أهو 9,342,345. أصبح المصحح قدامه حالتين جمال، أولا أنت رقمت فعرفته أول، تاني تالت رابع، ثانيا له هنا كلمة البداية. طب افرض المصحح أو السؤال جالي بالسهم بتاعه ابدأ من هنا، أوكي جالي من هنا أوكي، يبقى ريحنا. طب ما ريحكش، اعمل السهم شمال وابدأ، ده تصاعدي. نيجي للترتيب التنازلي، معنى التنازلي ان انا بادئ منين؟ بادئ من الاكبر الى الاصغر. طب عشان نعرف الكبير نعمل ايه؟ نقسم الاعداد، 3.3 ده معاه ملايين 4، طب وده معاه ملايين 7، طب وده معاه ملايين 7، وده معاه 4 في المليون. الله، ده الاربعه اتكررت مرتين دول الفقراء، ده السبعه مليون اتكررت مرتين دول الاغنياء. طب انا عايز ابدا بمين؟ بالاكبر. اقول له يبقى الاكبر اللي فيه 7 مليون، ولكن محتار يا عبد الستار، اخد السبعه دي ولا السبعه دي؟ عشان هم متعادلين. نبص للي بعدها، 7 مليون وراها 6 في مئات الالوف، 7 مليون وراها 5، يبقى مين الكبير اللي وراها 6؟ دي نمبر 1 ودي نمبر 2. خلصنا الاثنين الاغنياء، نيجي للفقراء اللي معاهم 4 مليون. الفقراء قال 4 بس وراها 300,000، 4 بس وراها 500,000، مين الكبير؟ ال 500، يبقى ده نمبر 3 ودي الغلبانه بتاعتهم نمبر 4. مستر حامد عمل ايه؟ رقم لسه هي ايه؟ يرتب. طب ابدا منين؟ مش موجود. طب انا عايز ابدا من هنا، اعمل سهم وعرف عمه ان ده خط البدايه. فين نمبر 1 اللي مكتوب عليه نمبر 1؟ ونعمل ايه دلوقتي؟ وننقله، اديني بنقله، ادي الاولاني، نيجي لمين؟ الثاني اللي مكتوب عليه نمبر 2، يبقى بعد الترقيم وجينا ننقل، خد بقى امشي بالترتيب، فين اللي مكتوب عليه الثالث؟ اهو 4,512,398. الرابع اللي مكتوب عليه 4، يبقى 4,317,523. ادي المقارنه وادي الترتيب في درس الاختياري او للاطلاع، المهم نفهمه ونفهم الفكره بصرف النظر يجي او ما يجيش في الامتحان. يا رب يكون سهل وبسيط ومفهوم.